أهلاً بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد. نبدأ معكم أولى ملفاتنا الصحفية من صحيفة عكاظ التي نشرت خبراً حمل عنوان الأمن ينتصر الخونة يدحرون. أشارت فيه إلى أن الاستراحة التي كان يستعد فيها الانتحاريين لتنفيذ العملية الإرهابية ضد مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض قد تم اختيارها بعناية عالية، إذ حرصا على اختيار الموقع في مخطط عمراني حديث لا تكثر به المباني. صحيفة الوطن بدورها تابعت ذات الملف بخبر حمل عنوان الخلايا الحركية ظاهرها الإصلاح وباطنها العقيدة الحزبية. نقلت فيه عن مصادر مطلعة بأن المجموعة المتورطة في الخلية الاستخباراتية لديهم توجهات وأجندة تصب في مصلحة ثلاث تيارات مختلفة، وهي تنظيمي داعش والإخوان والاستخبارات القطرية وأذرعها الخارجية. أخيراً من صحيفة المدينة التي أشارت إلى أن رئاسة أمن الدولة ستبدأ اليوم في إحالة المضبوطين من أعضاء الخلية التجسسية التي أعلن عنها مساء أمس الأول إلى النيابة العامة التي ستتولى مهام التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. ولمناقشة ملفاتنا الصحفية دعوني مشاهدينا أرحب بضيفي في الاستديو سعادة اللواء محمد القبيبان خبير استراتيجي، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. وأيضا من عمان الدكتور فوزي السمهوري محلل سياسي، حياك الله. أبدأ معك سعادة اللواء، يعني كيف تصف أهمية إنجاز هذا الإنجاز الأمني لرئاسة أمن الدولة؟ بسم الله ومساء الخير عليك والسادة المشاهدين، وكذلك تحية الزميل الدكتور فوزي من عمان. ما في شك، يعني أنا أشوف أنه عكاظ طلعت بعنوان جميل، الأمن ينتصر والخونة يدحضون، وهذا يعني لله الحمد يعني لم يأتي من فراغ للأمانة. يعني الدولة بكافة مقدراتها وبكافة قياداتها متمثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد وكذلك سمو وزير الداخلية بالدعم اللامحدود للجهات الأمنية. كذلك يعني حاجة مهمة أخت بدور، يعني يمكن كثير من الأخوان لا يتطرقونها، وإن كان بعضهم يعني ما لم يقصر في كذلك، ولكن الأمن الأول وهو الرجل الأول المواطن. صحيح. يعني هذه نقطة يجب أن تطرح من قبل الصحفيين، وإذا لم فنحن هنا مع حضرتك والسادة المشاهدين نطرحها ونتكلم على أنه الرجل أو المواطن هو رجل الأمن الأول في هذه الدولة. بالتعاون مع المواطن تسهل مهام كثيرة. أولا لا يخفاك يعني هنالك عدد كبير من الأجانب في المملكة. صحيح. ولله الحمد يعني مدن المملكة يوميا في توسع، إما من الناحية العمرانية أو من الناحية التعليمية وهكذا، وحتى من ازدياد أعداد الأخوان المقيمين في هذا البلد للمشاركة في هذه التنمية العظيمة. لذلك يبرز هنا دور المواطن كرجل أمن أول. فمن هذه النقطة يعني أنا أشيد بأنه كافة المواطنين لا يجب أن يعطي أي تخمينات أو إظهار حسن النوايا، لا، نحن في تحدي عظيم يوميا، المخاطر يعني تزداد ناحية هذه البلد يوميا، الانتقادات موجودة، وكذلك دول تنظر إلى أي قصور يأتي من 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 قبل المملكة للتحدث عنه. وأنت تتابعين الإعلام، أنت امرأة إعلامية وترين ما يحدث في الإعلام على حدث يعني يكاد لا يذكر، يضخم في الإعلام بصورة يعني غير حقيقية. لذلك جميعنا في هذا المجال يعني نتعاون. فأعيد هنا الكلام على أنه المواطن هو الرجل الأول أو هو رجل الأمن الأول. أما فيما يخص أجهزة الدولة، فأجهزة الدولة ولله الحمد يعني هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بهذه العمليات الاستباقية. نحن لا نتحدث عن ردة فعل، لا، بل نحن نكون سباقين للفعل. وهذا ما يعني يميز حكومة خادم الحرمين الشريفين برجالاتها، بتوجيهات، بالدعم اللامحدود من قبل المسؤولين في الدولة وكذلك العاملين في الدولة، على أنه يجب
تصدي أولا للحدث. ليش؟ لأنه زي ما ذكرت لك أي حدث صغير أو كبير الإعلام الخارجي يظهره بصورة مغايرة. فما حدث يعني من قبل رئاسة أمن الدولة وكذلك الأجهزة الأمنية بهذه العملية الاستباقية ودحضهم كما ذكرت صحيفة عكاظ، أنا أعتقد أن هذا عمل مميز ويشاد له. يعني تخيلي المواقع التي تم اختيارها، أنت تتكلمين على موقعين لوزارة الدفاع. نعم. يعني أمس كنت أنا أحد الزملاء نتكلم في برنامج عندكم هنا في استديو الحدث وذكر نقطة مهمة وأحب أنا أذكرها لأن أعجبتني. نعم. قال أنه الولايات المتحدة عندما ضربت وزارة الدفاع عندها من قبل أعضاء القاعدة في 2001 قامت بحرب عالمية. يعني شوفي أهمية الموقع، نحن نتكلم على حساسية الموقع وزارة الدفاع، فعندما تتكلمين على وزارة الدفاع هذا يعني يعطيك مؤشرات كثيرة. نحن لا نتحدث عن الشخصين الذين قاما بمحاولة هذا العمل، لا نحن نتحدث عن من زودهم، من مونهم بالمؤن، من جهزهم لهذه العملية، من أعطاهم المواقع والإحداثيات. يعني أنا وأنت عايشين في الرياض ونشوف كيف أن الرياض مدينة كبيرة وصعب أنه يعني توصل لأي موقع بسهولة إلا إذا كان هنالك ترتيب مسبق لحضور أو للتواجد في هذا المكان. هؤلاء أعتقد أنهم من الجنسية اليمنية، وعلى فكرة هم لا يمثلون اليمن. اليمن دولة صديقة تتعرض لتهديد خطير هذه الأيام، والشعب اليمني كما عرفناه وكما عهدناه شعب شقيق وواقف مع المملكة العربية السعودية، كما المملكة العربية السعودية وقفت مع الحكومة اليمنية في عدة مواقف. وما يحدث حاليا في الحد الجنوبي وفي اليمن هذا أكبر دليل. نعم، سأعود لك سعادة اللواء، لكن دعني أنتقل إلى الدكتور فوزي. إحنا نتكلم عن إحباط لمخطط تفجير مقرين لوزارة الدفاع. دكتور فوزي، يعني كيف تصف أهمية رفع وعي المجتمع بخطر مثل هذه المجموعات والتي قد تظهر في العلن ما تخفيه خلف الأبواب المغلقة؟ بداية كل التحية والتقدير لشخصك الكريم وللأخ اللواء محمد وللسادة المشاهدين الكرام. كلنا نعلم أن المملكة العربية السعودية ونتيجة نعمة الأمن والقوة السياسية والاقتصادية والاحترام الذي تتمتع به على مستوى عربي وعالمي، هذا أثار حفيظة العديد من القوى التي لا تنظر إلى هذه النقاط بإيجابية، بل أنها تحاول دوما النيل من استقرار المملكة نتيجة لتنفيذ أجندات لا تمت للعرب بشكل عام ولا للمملكة العربية السعودية والدول الخليجية بشكل خاص. لذلك عندما نتحدث عن مفهوم الأمن، وكما تحدث سيادة اللواء قبل قليل، نتحدث عن الأمن، ماذا يعني الأمن في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى؟ أمن الدولة، الدولة بمفهومها الشامل، أي نظام الحكم والمواطنين. لذلك الآن عندما يكون هناك محاولة لاستهداف الأمن الداخلي عبر أدوات تنفذ أجندة مشبوهة، بالتأكيد ومحاولة القبض عليهم، هذا يعني أن المملكة العربية السعودية، السياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، تشير إلى أنها على إدراك تام ووعي تام لحجم التحديات التي تواجهها نتيجة هذا الدور القيادي الذي يحترمه الجميع والذي يقدره الجميع، سواء كانت قادة أو أنظمة حكم أو مواطنين. لذلك الآن بتقديري، وهذه رسالة مهمة كما تفضلت بسؤالك، الآن على المواطن سواء كان يحمل الجنسية المملكة العربية السعودية أو مقيم، أن يشعر أن أمن المملكة العربية السعودية بشكل عام هو أمن له بشكل خاص، لأن أي زعزعة أمنية لا سمح الله تعني تعرضه لخطر هو وعائلته وعمله وغيره. لذلك يجب أن يكون الجميع عيونهم مفتوحة في أي محاولة لأي شخص كائنا من كانت جنسيته ويحاول القيام بأي عمل مشبوه قد يؤدي إلى عدم استقرار أمني. لابد أن يكون هذا الوعي كما قال سيادة اللواء قبل قليل، أنه هو رجل أمن من موقعه ومن منطلقه. لذلك أنا أعتقد أن التحديات الكبيرة تواجه بوعي
ليس فقط الوعي الرسمي ووعي رجال الأمن وأجهزة الأمن، وإنما التعاون المجتمع. نعم. لأن المجتمع عليه أن يدرك إدراكا تاما أن نعمة الأمن لا تقدر بالثمن، وأن لا يسمح لأي قوة إقليمية. نعم. أو دولية أن تستغل بعض الأدوات الخارجة عن الإنسانية وخارجة عن العقيدة وخارجة عن أي مفهوم أمني أن تسمح له بالنجاح بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان عبر استعماله حجر وليس تفجيرات. وما القبض على هذه الخلية إلا أكبر دليل على يقظة أجهزة الأمن التي تسهر الليل والنهار من أجل الحفاظ على أمن المملكة، المجتمع، وأمن أنظمة الحكم ودولة الحكم بأجهزتها. نعم. جميل. ومؤسساتها المختلفة. نعم سعادة اللواء، يعني هل في رأيك يعني ما هي الجهات الخارجية التي تقف وراء مثل هذه المجموعات، وهل تتوقع أنه يكون من بين هذه الجهات دول إقليمية شقيقة؟ للأسف يعني أنت ذكرتي يمكن ما أدري شقيقة دول، نعم للأسف يعني نقطة طلعت منك كذا، لكن هل من هذه أو من هذه الدول الداعمة للحركات الإرهابية والخلايا الحركية أو الخلايا التي تدعي الإصلاح، هل منها دول شقيقة؟ نعم، قطر بكل ما تعنيه الكلمة. يعني أمس كنت أو قبل أمس أعتقد أمس أو قبل أمس كنت أتابع يعني اجتماع وزراء العرب في الجامعة العربية. نعم. ورأيت المستوى الذي كان يتحدث به وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر بهذه النبرة التي ليس فيها التحدي، لا، إنما فيها إظهار مدى الحقد الدفين. نعم. على ما يعني وصلت إليه دول الخليج في تعاون وإظهار قطر للمجتمع العالمي بأنها الدولة تعتبر ذراع لدعم العمليات الإرهابية، دعمها وماديا وكذلك العمل على زعزعة وأمن استقرار الخليج. هذه قطر كانت تعتبر أداة لمين؟ لرأس الأفعى الكبيرة، رأس الأفعى الكبيرة وهي إيران، لأنه إيران جاءت بدستورها في أحد مواد الدستور وهو تصدير الثورات، وبزعمهم بدعم الجماعات، يزعمون دعم الجماعات الإسلامية أو الأخوة في الدين. نعم. وهذا ما استغلته هذه الدول وضحكت على شعوبها بهذا المنطلق. فإجابة سؤال حضرتك، الجهات الخارجية كثيرة، يعني أعداءنا، يعني ما وش أقول لك، أنا كنت في مؤتمر خارج المملكة الأيام اللي راحت وكنا نتحدث عن أمن الحج وكيف هي الصعوبة والتحدي الذي تواجهه حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الحج، 2.5 مليون إلى 3 مليون في أيام قليلة وفي مساحة جغرافية محدودة، ولله الحمد نجحت بكل المقاييس. هذه ترى تثير حفيظة الدول الحاقدة على هذا البلد العظيم والحاقدة على يعني ترابط هذا المجتمع. أضيف على ما ذكر سعادة الدكتور نقطة جد مهمة، استشعار المقيم كالمواطن. نعم، هذه نقطة جد مهمة يا أخت بدور. ليش؟ لأنه المقيم عندما يأتي هو ليس فقط يأتي للعمل، أي نعم كل إنسان عندما يأتي للعمل يريد المقابل، ولكن هو يعيش في هذه الدولة. نعم. وكذا كثير من الأخوان الغير سعوديين يأتون هم وأولادهم وعوائلهم، لذلك استشعارهم بمدى الخطر الذي سوف يتعرضون له. نعم. لابد أن يواكب نفس استشعار المواطن السعودي، وهذه يعني كلمة جد أحييك عليها دكتور. جميل. فوزي كانت في محلها وكانت كلمة يعني فعلا تحتاج التعليق. نعم. هذا بس اللي حبيت أنا. دعني أنتقل مشاهدينا إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، دليل صارخ جديد عن مدى التآمر الإيراني القطري، أفصحت عنه قطر في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، حيث وصف فيه مندوب قطر في الاجتماع إيران بالدولة الشريفة. سفير المملكة لدى مصر شدد على أن قطر ستندم على علاقاتها بإيران، مشيرا إلى أن طهران لا زالت تتآمر على دول الخليج. أن إيران دولة شريفة، والله هذه يعني أضحوكة. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول، أصبحت دولة شريفة.
إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدد كبير من السفارات دولة شريفة. هذا هو المنهج القطري الذي دابت عليه. على قطر تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب، وتغيير التوجه الذي يرى أن لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولنا، وهذا غير مرفوض، هو هذا مرفوض، وهذا مبدأ سيادي أساسي يجب أن تحترمه قطر. الصحف المحلية تابعت رد مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان على قول وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي أن الأزمة أصبحت تتمحور حول تغيير نظام الحكم في قطر، بأن الرياض لم ولن تلجأ إلى ما وصفه بالأسلوب الرخيص، معلقا على وصف المسؤول القطري لإيران بالدولة الشريفة بالقول هنيئا لكم بإيران وستندمون على ذلك. سعادة اللواء، كيف تقرأ وصف مندوب النظام القطري إيران بالدولة الشريفة بالرغم من كل ما تفعله إيران من عمليات إرهابية؟ وهذا هو مشكلة سطحية الفكر، بكل أمانة سطحية فكر رجل بمستوى وكيل وزارة للشؤون الخارجية ويتحدث بهذا المنطق. نعم. معناته أن عنده هناك ويثبت كل يوم الإزدواجية في التعامل، بما أنه يرى أن إيران دولة شريفة، وما يعني السفير الأخ القطان رد عليه بما فيه الكفاية. ولكن أنا أضيف إلى ما ذكر السيد القطان بأنه عندما ترى أن إيران دولة شريفة، لماذا قطعت علاقتك معها عندما قامت المملكة العربية السعودية بقطع العلاقة؟ يعني عطني مبرر غير أنك تقول والله توجهك مع المملكة العربية السعودية كدولة شقيقة كبرى. لا، المملكة العربية السعودية تريد من الدول أن تبدي رأيها ولن تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الآخرين، ولكن هذا يدل لك على سطحية الفكر القيادي في قطر عندما يتحدث بأنه إيران دولة شريفة. وذكر السيد القطان عدد فقط، يعني يمكن شيء بسيط مما تفعله إيران، ناهيك عن ما تفعله في أفغانستان وما تفعله في باكستان والتي لم يتطرق لها الإعلام العربي بكثرة، وما تفعله من تدمير واضح للبنان الشقيق والذي أصبح أسيرا لحزب الله، ونحن جميعا والعالم شاهد ماذا فعلت إيران بعزل القيادة اللبنانية وجعل حزب الله يقود الدولة. نعم. إلى أن جعلوا قافلة من أكثر من 10 باصات تحمل مجرمي داعش ويعودون إلى دير الزور ولا أي إن كان على الحدود العراقية. وفي الأخير كوكيل وزير للشؤون الخارجية تقول إيران دولة بريئة، أنا أترك للمشاهد تحليل ويقسم على ذلك. هذه للأسف يعني الفكر الذي يتحدث به هو يعني لم يأتي من 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 وعي وإدراك. نعم. للخطر الحقيقي لإيران وفي مذهبيتها وفي طائفيتها وفي نشرها للحركات الثورية، هو لم يكتوي بنارها. ليش؟ لأنه أنا ذكرت. نعم. لك في حديث في بداية الحديث بأنه هي أداة، قطر تعتبر لك سعود لك سعادة اللواء ولمقطوع حديثك، لكن دعني أنتقل للدكتور فوزي. يعني دكتور، هل تسعى إيران من خلال هذه الأزمة لاستغلال النظام القطري في إضعاف منظومة مجلس التعاون الخليجي؟ أولا بالتأكيد هذا هدف واضح جدا، وليس فقط من خلال هذه الأزمة وإنما على مدار السنوات السابقة. لذلك أنا عندما أتحدث عن موقف القطري، هذا ماذا يعني؟ ليست فقط أنه وصف إيران بدولة شريفة، هذه بتقديري أنها تعني عبارة عن انقلاب كامل للسياسة القطرية على سياسة واستراتيجيات التي رسمها مجلس التعاون الخليجي. فهل هذا يعني أن الاستراتيجية الشاملة لمجلس التعاون الخليجي والذي كان يضع ويحدد الخطر الإيراني على مجلس التعاون الخليجي، هل هذه التحديات وهذه الأخطار انتهت وأن قطر كانت مخطئة والآن أصبحت على صواب؟ هذا يعني أن القيادة القطرية تعاني من تخبط سياسي. هذا جانب. الجانب الآخر بتقديري، حتى الوصف دولة شريفة لم تكن موفقة، فهل يعني
أن دول مجلس التعاون الخليج وجميع الدول الحلفاء للمملكة العربية السعودية أنها دول غير شريفة، هذا استفزاز كبير وخطير قام به مندوب قطر في اجتماع مجلس الجامعة العربية. لذلك مرة أخرى أقول أن القيادة القطرية مطالبة من جديد أنها عليها أن تحدد أن أمنها لا يمكن أن يتحقق بمعزل وبعيدا عن أمن المملكة العربية السعودية وما باقي مجلس الدول مجلس التعاون الخليجي. قوة قطر لا يمكن أن تتمتع بأي شكل من أشكال القوى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بمعزل عن هذه الدول، وعليها أن تدرك أن انعزالها وخروجها عن مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى أن تكون عبارة عن أداة صغيرة بيد إيران أو أي دولة إقليمية أخرى. هل هذا ما تسعى إليه القيادة القطرية؟ وما هو مفهومها لأمن القطر؟ هل مفهومها أمن القطر بمزيد من التبعية؟ مزيدا بالتأثيرات السلبية على الشعب القطري؟ هذه تساؤلات بتقديري تعكس ما هي، لماذا أو أين تتجه القيادة القطرية التي انعكست بشكل واضح بالأمس في مندوب القطر ووزير الخارجية القطرية في حول وصف إيران دولة شريفة. الآن في السياسة لا يوجد شريف وغير شريف، يوجد هناك مصالح وأمن واستقرار. هل السياسة الإيرانية تعزز أمن الخليج أم أنها تهدد أمن الخليج، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر عبر تبني أدوات داخلية أو أدوات قد تأتي من الخارج؟ أنا هذا بتقديري التحدي على القيادة القطرية أن تعود إلى رشدها مرة أخرى، وأن يقوم أمير قطر بالزيارة إلى المملكة العربية السعودية وإعادة الالتزام باستراتيجية مجلس التعاون الخليجي. هذه بطريقي بتقديري الطريقة والآلية الوحيدة التي ستؤدي إلى تعزيز الأمن المجلس التعاون الخليجي وبالتالي الأمن العربي بشكل عام وليس فقط دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، أعود لك يا سعادة اللواء، يعني هل تتوقع أن يكون لهذا التصريح القطري في أن يجعل الموقف الأمريكي أكثر تشددا بالنسبة للدوحة؟ شوفي، الموقف الأمريكي للحقيقة متباين، يعني لما تتحدثين عن القيادة متمثلة بفخامة الرئيس لا تتحدث بنفس اللغة التي يتحدث بها إما أعضاء الكونغرس أو أعضاء باقي الحكومة كإما وزارة الخارجية أو بعض الجهات، وهذا شأنهم لأنه دولة عندهم نظام مختلف، ولكن التوجه العام يعني اتضح لدى الغرب والأمريكان بالذات بأنه في هنالك فعلا أيدي خفية تدعم الجماعات الإرهابية. لا. وأنا أكد لك بهذا الشيء عندما يعني اتضح بأنه ما ذكرت جريدة الوطن الخلايا الحركية ظاهرها الإصلاح وباطنها يعلم الله، يعني ماذا باستغلال هذه الحركات الإصلاحية وبإدعائهم ببناء مساجد أو مدارس أو دعم الجماعات الخيرية، ولا تقوم به قطر فقط في العالم العربي على فكرة، وإنما هي تحاول أن تروج لنفسها بأنها تدعم المؤسسات الخيرية أو من تعرض لكوارث طبيعية أو أي من أنواع الكوارث. اتضح للعالم ما هو المغزى الحقيقي بعد مقاطعة الدول الأربع وإظهار للعالم أجمع ما هو الوجه الحقيقي لقطر ومن يتبع قطر أو هي من تتبع أو من يقود قطر في هذا الموضوع. فأنا أتوقع وأوافقك في الرأي بأنه المجتمع الأمريكي وضحت له الصورة، كذلك يعني القيادة الأمريكية في تروي قليل. ليش؟ لأنه المشكلة هي معقدة أكثر. نعم. من أنه مثلا دولة ليست من أو من حلفاء الولايات المتحدة، ولا كانت اتضحت الصورة أكبر، لأنه الولايات المتحدة تلعب على توازن في هذه المنطقة. نعم. كدولة عظمى يعني لابد أن نعترف بالحقيقة، دولة لها قوتها وفرض شخصيتها، فهي لن تتجه إلا مع ما هو مطلوب لها لكي لا يحرجها مع العالم وما أظهرته الدول الأربع. نعم. بأنه فعلا هنالك خطر قادم بوجه مختلف عما. نعم. تعودنا. جميل. من الدول الداعمة. وصلت الفكرة. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، دعوني أشكر ضيفي في الاستوديو سعادة اللواء محمد القبيبان الخبير الاستراتيجي. شكراً لك. أيضا ضيفي من عمان الدكتور فوزي السمهوري محلل سياسي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.